هلا انت ليش قلقان لهالدرجه؟ طول بالك، بخاف عليها كثير. بتعرف انك لهلا ما حكيت لي تفاصيل علاقتكم؟ ما في تفاصيل. اهلها هاجروا وما كان ممكن اتزوجها قبل ما تهاجر. ليش؟ شو ليش؟ كنت صغير ولسه ما كنت مؤسس حالي. معناها صار لها غايبه فتره طويله. اي صحيح. مو معقول، مو مبين عليها هالعمر. يعني انا اللي مبين علي؟ عن جد فؤاد، هلا مبينة اصغر منك بمنيح. هلا شو بدك؟ عم سليك لبين ما تجي مرتك. اي سليني وانت ساكت. انا كبرت وصرت محامي وصار عندي مكتب، من هي الحركات ما بتمر علي، مو مشان شيء، بس لانه ما عادت تزبط. جابر انا قلقان وماني رايق لك. سلامتك مدام حنان. الله يسلمك. قوم انزل لعندي. لا معلش، خلينا نروح على البيت. لك انو بيت هاد؟ خذها على المستشفى. لا مو محرزة، هلا بنام شوي وبرتاح. لا ترد عليها. حاضر يا حضرة المحامي الكبير، روح هلا على شغلك. هلا المهم نطمن عليها. وانت لا تورط حالك مع هدول، خلي الامن الجنائي هو يشوف شغله. حاضر، مثل ما بدك. بس لما توصلوا على المستشفى طمني. بس اهدي شوي وفهميني شو اللي صار. ليلى يا فؤاد، ليلى. أنا بعرف وين ساكنة، نروح لعندها على البيت؟ لا ما في داعي. طيب احكي لك. عرضت عليه السلسال، عم تدور على اهلها. انت شو عملتي؟ حرق قلبي يا فؤاد، حرق قلبي. ليش ما اخذتيها بحضنك؟ ما فيني، شو عم تحكي؟ بخاف ترفضني. على القليل هيك عم اقدر احكي معه واطمن عليه. حرام عليكي، بنت عايشه لوحدها ما لها حدا. إن شاء الله بنستعجل بنلاقي لها نبيل. إن شاء الله مفكرة حالك إذا لقينا نبيل رح تخلص القصة. يا ستي وقت نلاقي نبيل رح تبدأ القصة عن جد. فؤاد بكل الأحوال لازم نلاقي. أنا إذا بضل هيك بموت ببطأ، ما عاد أقدر أتحمل. بس لو تردي علي، بس لو تردي علي. يا فؤاد صار لي 20 سنة بدي أثبت براءتي ولازم أثبت براءتي. المهم هلا لوين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ على البيت. لا مو على البيت، خلينا نروح لعند هشام. هلا بهالوقت؟ شو في حالتك؟ ما فيني شيء. هلا مو قلنا له للمسا؟ هلا صار المسا، خلينا نروح لعنده. حاضر حاضر، رح نروح. وجابر شو قصته؟ جابر منيح، لا تخافي عليه. بدي خاف يا فؤاد، شو قصته؟ يا ستي بلش بالتحقيق وعرف انه الرجال مقتول قتل، لا تخافي عليه. صار لازم روح. في ايه يا رجا؟ انا تاخرت يا بنتي، ما احنا لسه قاعدين. ما بقدر اتاخر اكثر من هيك. طيب صار لازم نمشي نحن. رجا تاخرت. على اذنك استاذ جودات، انت اذا ما عندك شيء عود. والله انا شخصيا ما عندي شيء، بس بدي اوصل الشباب طريق. يلا على اذنكم. بابا ممكن اوصلهم؟ طبعا، بس شوفي قبل ما تروحي الشباب المطبخ خلصوا ولا؟ اوكي. اهلا وسهلا فيكم. انا سعيد جدا انه بنتي انسجمت معكم بهالسرعه. اي معي ما في منا عمو. يلا بينا. يلا تصبحوا على خير. يلا باي، على اذنك. شرف.
ايه يا استاذ عماد؟ الله يخليك. عماد، عماد وبس. عماد الساحر. عماد، تاخد كاس؟ اوكي. معي شبكي، طولي بالك. ليش معصبة هيك؟ أنا ما حبيتش اللي اسمه عماد الساحر بتاعك ده. عجيب، مع إنه هو حبك كتير وقال إنه شخصيتك كتير مميزة. أنا عارفة طبعاً إن شخصيتي مميزة، مش مستنياه يعني يقول عني كده. بعدين أنا ما بحبش الناس اللي شايفة نفسها قوي كده. دي إيه ده؟ لا يا مايا، أنت هيك عم تغلطي. عماد مو شايف حاله، بعدين عماد كبير وعمره قد عمرنا بمرتين. لما هو عمره قد عمرنا مرتين، إيه اللي يخليه يعرف ناس في سننا بقى؟ عم بيقول إنه عنده مشروع تغيير عقلية الشباب. إيه بسام؟ مايا منا وفينا. مشروع لتغيير عقلية الشباب؟ لا أنا أفهم الموضوع ده بقى. يعني مو هيك قصدها هي. عماد رجل ثقافي وعلم، وجاي عنده مشاريع ثقافية واجتماعية بده يساويها. هو فعلاً مشروع ثقافي واجتماعي، بيعمله في الديسكوتاك بالنهار. على كل حال هو بيحكي لك كل شيء، وأكيد هلا بيكون عم بيحكي له لأبوك. بابايا أنا بابايا عمره ما يدخل في دماغه الكلام الفاضي ده طبعاً. إيه بس كانوا منسجمين كتير. ما طبعاً لازم ينسجموا من بعض، مش سنهم قريب من بعض. بس الواضح إنه أبوكي حبه كتير. هم حرين بقى، أنا مالي. صحيح معايا، أبوكي كروج كتير. بنت، أوعي تكوني حاطة عينيكي على بابايا. لا، شو حط عيني عليه؟ إيه أنا عيوني كلي لبستان حبيبي. ماشي. حمدي، سكر الباب ونزل الغلق للنص، ما بدي حدا يفوتها. حاضر يا معلم. ايه سيدي، نبيل الصاحب طلع مو ميت. معقول؟ ايه معقول. الحادثة صارت يوم 28/1984، وهو طلع عن الحدود لبنان 29/3:30 فجرا. العمى. والمسكينة ام جابر. يا لطيف يا لطيف. هلأ اللي فات مات، خلينا بهلأ. نحنا لازم نلاقي نبيل. حقك، والحق ما بيزعل إلا أولاد الحرام. اللي شو تذكرت؟ تذكرت شوكات، هذا كان رفيقه وكان يشتغل بمطعم، وقتها ودينا له دهان مضروب. عظيم، وين المطعم؟ قريب من هون، قريب كتير، اسمه اللمة الحلوة. إيه يلا فؤاد، وقت منلاقي نبيل بدنا إياك تتعرف عليه. الكل بيعرفوه. مين هالكل؟ ما في غيرك أنت وحنان بيعرفوه. وأبو الخير تتذكر يوم اجيت سألتك عنه؟ لا والله ما بتذكر. وقت نلقطه لنبيل رح تشهد انه هذا هو؟ طبعا، وليش لحتى ما اشهد؟ طيب شكرا لتعاونك معنا. شكرا. ولو ام جابر، الله وكيلك انا كنت حالف يمين، يعني ما كان فيني ما احكي. بعرف. العمى، معقول يطلع نبيل عامل كل هالعمايل؟ الله يعطي العافية. يلا عن إذنك أم جابر، أماني ما بدي حلفك، بتجيب الأولاد وبتزورينا بالبيت. خلينا نروح على البيت ونفكر شو بدنا نساوي. لا، منروح على المطعم ونعرف كل شيء عن شوكة، بعدين منفكر كيف بدنا نتصرف. طيب ماشي، بس نتعشى هونيكا. يظهر هذا ما رح يجي. غريب، طيب هو ما أكد لك إنه بده يجي؟ يبدو غير رأيه. يلا ستي أحسن أريح لي، يومي كان حافل رح موت. يلا ضبي غراضي خليني وصلك. عن جد؟ لا أستاذ، قصدي ما بدي عزبك. لا ولو، ما فيها لا عزب ولا شيء. يلا بسرعة بسرعة. يلا فورا. Thank you.
شو رايح؟ ألين استاذ تأخرت كتير. ابني أخذ السيارة وتأخر. تفضل. لا معلش أنا بدي أقول كلمة وأمشي. هون؟ معلش أستاذ جابر أنا موافق على الدفن. خلص عوضنا على الله. أنا ما عاد بدي شيء. خلي أخي يرتاح بتربته. إكرام الميت دفنه مو هيك يا بنتي؟ بس يا أستاذ حامد ابنك عم بيزعج موكلتي. ما عاد خليه يقرب عليها. وبكرة الصبح يا ريت تكون موجود وقت بدي رجع الكتب. لبكرة الصبح بفرجاء الله. شو قصدك؟ قصدي إنه يخلق الله ما لا تعلمون. لا إله إلا الله. تصبحوا على خير. شو رأيك؟ ما بعرف بس هيك حسيته متلبك كتير. ما يظهر ابنه عامله شي عملي لحتى مخليته يقلق لهالدرجة. استاذ معقولة ابنه يكون هو اللي كل شي معقول. بس السؤال هو كيف بده يوصل لعمه اذا مو عن طريق فادية. امشي امشي. هدول ما بيعرفوا حدا ولا بيتذكروا انه واحد اسمه شوكت اشتغل عنده. ليك الديكور كله غير شكل. يعني معقول الدهان يضل 20 سنه؟ يلا خلينا نمشي. مو اساس بدنا نتعشى هون؟ معلش فؤاد مالي قدراني. طيب مات وراك ماضي حافل كثير بس حابب تبلش بدايه جديده مع انه الماضي القديم عزيز كثير بالنسبه لك. صح ويبدو فرصة البداية عظيمة بس كمان في حدا عم ينكش وراك. مين مثلا؟ لا هيك مفروض بالتبصير. يعني أنا ممكن أعرف بس مو كل الحكي بينحكى. مساء الخير. أهلين بابا. بونسوار أنسمايا. بابا أنا طلعنا. تصبح على خير. تصبح على خير بابا. يبدو أنه بنتك أهم شيء بحياتك. لك شو بدك تنامي؟ لك شو ها؟ ليه عم تبكي؟ حسيت كأنه ست حنان عرفت السلسال. يعني هي أمي؟ أكيد مو أمي بس عرفتني. طيب شو قالت لك؟ ما قالت لي شي بس تلبكت وتهربت. إيه بس أكيد ما عرفت شي وما دخل بشي. أنا متأكدة. إيه بس لو كانت أمك كانت رمت حال عليك وما تركتك. أقول لك مو أمي بس بتعرف أكيد بتعرف. كلها بكتها من أول مرة شافتني فيها بدل إنها بتعرف. بس بيجوز بتكرهني وبتكره أهلي. بالله شو؟ إيه هي كانت بتعرفني بس كانت بدها تتأكد واليوم تأكدت. هيفاء أنا كتير خايفة. شو خايفة؟ أكيد هي بتعرفني ما قالت معناتها بدها تعمل شيء. على فكرة أنت كتير صار عم تحضر أفلام بوليسية. استهدي بالرحمن ونامي. الو ايه شوكت؟ شو؟ طيب انا بخلص لك اياها وببعتها من خارجيه لازم التصديق. طيب خلص الله معك. هذا التليفون ما منيح. واضح انك مزعوج من الشخص اللي حكى معك. اسمه شوكت ما؟
على فكرة هذا أحد الأشخاص اللي عم ينكشوا وراك. أنت كيف؟ أنا ما بعرف، هي إشراقات بتجي لحالها. يلا صباح الخير. وأنت من أهله. أخيراً ماشي؟ منين بتعرفي ده؟ لك شي دافي؟ أنا بصراحة بقى بكرهه ومش عارفة إيه اللي جابه معاهم. شبه ظريف بيسلي. اوعى تكون صدقته. إن شاء الله مفكرتيني ابن اليوم. بحس إنه بني آدم مش كويس. لك يا ستي المهم إنه بيسلي، خاصة لما فكر حاله إنه بيعلم بالغيب. ان شاء الله انت ملتخمه فيه. انا ولا عبره طبعا. لا لا ما عبرتيه ولا ما كنت كرهتيه. صباح الخير. صباح النور استاذ. شو استاذ ما رحت على المحكمه؟ ما لي خلق روح لمحل. ومالك خلق تشرب قهوة كمان؟ بلا بشرب قهوة. يلا رح أعمل. هلا مدام شو هالحكي هاد؟ ايه معلش مدام طولي بالك، هذا تحقيق عادي طبعا من الجنائي. دخله شلون ما دخله؟ بلا مدام بس ما وصلت لعندي، هي عادة بتروح لعند النائب العام مباشرة. ايه طبعا اي جريمة. يا مدام انت مالك متهمة. بلا بلا مزبوط انا المحامي تبعك. خلص رح روح معك. ايه هلا هلا بلاقيك على باب الامن الجنائي. ماشي مدام خاطرك. سويتها حلوة لأنه الصبح ما رح لحق اشربها، الست فادية ناطرتني على باب الأمن الجنائي. باي ما بتأخر. أيوه أين عم مكتب الأستاذ جابر؟ لا والله هلا طلع يعني الظهريات. تكرم استاذ جودة محمود. تكرم بس يجي خليه يتصل فيك. اهلا وسهلا. الو لك يا شوكت نايم؟ ها صحصح صحصح. اسمع أنا حضرت الوكالة. إيه هلا شو بدك بالحكي الفاضي؟ الوكالة بتكون عندك يا بكره يا بعد بكره. إيه لك أنت ما بدك تحل عني؟ لك هلا اسمعني ولا طولة سيري. إيه سيري ما حترتاح مني لحتى أصير مثلك أو أنت تصير مثلي. شلون؟ لك شفت؟ معناها أحسن شيء إني أنا أصير مثلها. إيه بالبول؟ يرضالي عليك. بعت لي هالوكالة خلص لي إياها. ويعني إذا في قرشين. ألو؟ عم تسكر بوشي. ماشي. راح تدفع يعني راح تدفع. عارفين يعني نفسي في ايه؟
نفسي اغير شكل لبسي. وليش بقى؟ انت كتير انيقه بلبسك. عارفه بس يعني عادي. كيف يعني؟ يعني بلبس زي ما كل الناس بتلبس. انا عايزه البس حاجه مختلفه. كيف يعني حاجه مختلفه؟ يعني مثلا شفتي عماد الساحر بيلبس ازاي؟ مين عماد؟ نفسه ملك يا هلا. ما في شيء، بس انا كل ما اسمع هالاسم بنزعج. انسي بقى، قصه قديمه وخلصتي منها. قصه ايه؟ انا عايز اعرف الموضوع ده، احكوا لي دلوقتي. لا بلاها، هلا بتزعل. لا احكوا لي، احنا مش اصحاب. خلي هلا تحكي لك، نحن ما دخلنا. في ايه يا هلا بجد؟ مايا انا عن جد متضايقه من القصه، خلينا بسيره الاواعي. اوكي براحتك. اللي هتيجي معايا اشتري لبس هشتري لها زي. مين جاي معايا؟ انا. كلنا بنروح. خلاص يلا. يلا انا رح اروح، دوبني لحق الدوام بالمشغل. هالمشغل رح يرسبك السنة. كيف بدي اعيش بدونه؟ عفوا سيادة المقدم، بس ممكن اعرف على اي ادلة استندتوا لتوجيه تهمة القتل لموكلتي السيدة فاتية؟ طول بالك استاذ، نحن ما واجهنا شيء، نحن عم نحقق. ايه بس طريقة استدعاء موكلتي كانت اشبه بالاعتقال. كيف بدك انا استدعيها لكان؟ بعتنا على صالونات بلغة تجي على الفرع، شو ممكن نعمل غير هيك؟ ولا بدك انا ابعث لها سيارة لمنزين ومرافقة؟ إذا بتريد سيادة المقدم، يعني كان فيكم تزوروها بالبيت وتسألوها؟ زرناها وفتشنا البيت، وبناء على ذلك استدعيناها للتحقيق. منيح ما حطينا كلبشات بإيديها وجبناها موجودا. وليش كل هاد؟ ليش انتوا لقيتوا دليل؟ ما لقينا شيء، والرجل تم قتله على مدى أكثر من 8 أشهر، شو دليل بدنا نلاقيه يعني؟ معناها ما لكم شغل مع موكلتي. طيب، بدنا نوجهها لكم سؤال بس. ايه تفضل، خذ راحتك. افتح محضر. عندي غير يلي على الواجهة، بس هذا شغل الست سمية غير شكل. بيت الست سمية؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يلتقى عندهم ألوان تانية وممكن يفصلوا لكم يلي بدكم اياه. طب كويس قوي، بس انا اوصل لهم ازاي؟ معي كرتون ضيق. انا ما رح اروح معكم. بلا غلاظة، جينا سوا بنروح سوا. لا انا صرت جنب بيتي ما بدي بعد، يلا باي. باي. بقول لك ايه؟ انت لازم تحكي لي النهارده على قصة عماد ده. ما في قصة، بس أنا ما بطيقه. خلصنا هلا، بدك تحكي لها بقى. هاي الكرت وإن شاء الله بتوصوا فيكم. شكرا عليك. يلا بنات. مرحبا. أهلا وسهلا. الأستاذ جابر موجود؟ لا والله الأستاذ جابر مو هون. كيف بدي آخذ موعد؟ عمتي أنا ما أخذت منه موعد. أنا قلت له بنمر لعندك بس ما حددت له ساعة. وليش ما قلت لي؟ كنا جينا المساء. هلا مو مشكلة. إيه هو المساء بيكون هون أكيد. لو سمحتي سجلي لي موعد الساعة 6 باسم رويدة الخباز. أهلا وسهلا مدام أهلين، الحمد لله على السلامة، تكرمي. الله يسلمك، شكرا. تفضلي. أهلا وسهلا، الله معكم. طيب عمتي رح نروح جيب السيارة. سوزان مثل ما اتفقنا بدبي. لكني هي اجيت معكم مع اني لسه ما ضبيت الاغراض بالبيت. بس انا ما بأمن الا فيكي. طيب ولا يهمك، مع اني مالي شايفة ابدا انه سامي اهوج او ما بيعرف يشتغل. لك هذا مجنون كمبيوتر، انا بدي زبط له الشغل مثل العالم والخلق.
اي وكمان الكمبيوتر شغل. اي بس ما بيجيب مصاري. ما بعرف شو بدي لك، بس خلاص مثل ما بدك. على كل نحن هلا من وسطك على البيت، والمسا بنمرق بناخذك ونحن رايحين. فؤاد بعرفه منيح، هو اللي عملنا الديكورات هون كلياتها، وعلى فكره مزوق كثير وفنان. ومرته؟ ما بعرفها، هو متزوجها من جديد، بس قال انه كانت مع حيان بالسجن لاكثر من 20 سنه. مساء الخير. اهلا وسهلا بالصبايا. اهلا وسهلا حضرتك مدام سمية؟ ايه تفضلي، شو بقدر اخدمكم؟ ما بعرف شو كان صار فيني لولا. لا ولو، هذا واجب. وهلا شو رح يصير؟ هلا رح يتابعوا التحقيق، بس صار ممكن الدفن والجنازه والعزم. معقول يكون سمى من الاكل او الدواء؟ لو كان هذا الشيء ممكن ما كان في داعي للتحقيق. طيب كيف بدهم يثبتوا الجريمه؟ الجريمه مثبته، الرجل مات بالسم، بس اثبات الجريمه على حدا هذا اللي رح ياخذ وقت. كانه مستحيل. في كثير جرائم بتبين كامله، بس بعدين الا ما يكون في ثغره نسيه المجرم بيوقع من خلالها. يعني ما في جريمه كامله؟ تماما. تفضل لوصلك. لا معلش. ما بيصير فوق معذبتك من الصبح؟ لا عندي انا هون مشوار قريب على المنطقة، لازم اروح. شكرا كثير. قدراني اقعد وانا عم افكر فيها. يا حنان انا فهمان عليكي ومقدر مشاعرك، بس لازم تهدي شوي وتفكري. يا حنان يا حبيبتي، انت عم تتسرعي وتتصرفي بدون تفكير. شو عم تحكي؟ انا قضيت نص عمري بالسجن عم افكر. كل شيء فكرتي فيه ما نفع، ما في شيء رح ينفعك غير انك تقولي لبنتك انك انت امها، هيك بتخلصي حالك وبتخلصيها من كل هالعذاب. بالعكس، هيك رح اعذبها اكثر. بعدين شو هالام يلي بتشرف؟ قاتله وسارقه وحارقه ومقضيه نص عمرها بالسجن. كل الناس بتنسى، انت ليش ما عم تنسي؟ بدك يعني انسى اولادي؟ بالعكس، لا تتذكري غيرهم، جيبيهم لحضنك، عوضيهم عن كل شيء انحرموه منك، حبيهم. هلا انا ما بحبهم؟ حبيهم وهن عم يعرفوا. حنان انت عم تحبيهم من بعيد لبعيد، وهذا ما بكفي. هذا الحب بجيب العذاب إليك ولهم. طبعاً أنت بتعرفي إنه ما في ضرورة تكوني عندنا أبداً هون مشان القياس. نحن بنجي لعندك على البيت، بس أعطيني رقم تليفونك والعنوان. كويس قوي. وأنا هديك عنواني، وصحباتي هيبقوا يجوا عندي البيت يقيسوا هناك. كتير منيح. معناتها بكرة بنعمل أول بروفا. أنو ساعة بتحبوا؟ الصبح بنبقى في الجامعة. الظهر خليها بعد الظهر. طيب الساعة 6 المساء منيح؟ كويس قوي الساعة 6، هم؟ اوكي، ميرسي ليكي قوي، باي باي. ليلى تعالي شوي. شوفي حبيبتي، هدول الصبايا وعدتهم بكرة المساء أول بروفا لهم، لازم تلحقوا. ها؟ طيب مدام، إن شاء الله منلحق. صحيح، أنتِ ليش سألتيني عن فؤاد ومرته؟ ولا شي مدام، هيك فضول يعني. معناتها مرة تانية حاولي تقاومي فضولك هذا، اوكي؟ احنا ما دخلنا بأي معلومات عنهم. شوفي حبيبتي، أهم شيء بشغلنا إنه ما دخلنا بحدا. نحن منفوت على بيوت الناس ولا بيوت أسرار. عم تفهمي علي حبيبتي؟ كيفك لما؟ أهلين أستاذ، إجت الست رويدة خباز ومع رجال ومرة. إيف، لحقوا بهي السرعة؟ طيب تركوا رقم تليفون؟ لا،
بس قال بيرجعوا لعندك الساعة 6 المساء. صحي استاذ، اتصل واحد اسمه جودة المحمود وقال كتير عايزك ضروري بس تجي مشان تحكي معه. جودة المحمود؟ اه اوكي طيب طيب. تشرب قهوة؟ والله يا ريت. اهلين استاذ جابر، ما انك شايف انك تاخرت علي شوي. استاذي انا بدي اعمل وكاله لابن عمي لا بالقاهره، في عندي شقه ارض بدي ابيعها بمصر، يمكن الوقت هلا. ها ايه بلحق، انا مكتبك بعرفه ربع ساعه بكون عندك. خلص مشي، الله معك. معلش فؤاد، مو قدراني اقعد، مو قدراني. لوين بدك تروحي؟ تعال نروح لعند جابر. ليش؟ هيك بدي شوفه. طيب دقيقة لأتصل فيه. لا 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 لا، شو تتصل فيه؟ بنقول له إنه كنا قراب ومرقنا. على عيني، تفضلي. هالناس صارين مستعجلين، كل واحد بده شغله يصير بسرعة. ايه بس مو معقول هيك، كل الناس مصرصعين على الفاضي على شغلهم. بيصير الشغل بدون عصبية بصراحة استاذ. انا شايفة انه انت اللي صاير عصبي. انا؟ اسفة استاذ بس انا هيك شايفة. ايه بجوز صاير ما عم راقب حالي. بجوز من كتر الشغل. ايه بس انا ما عم بعصب. عم بعصب عليك شيء؟ لا لا استاذ ابدا بالعكس. لك عم ناجي جبتي لي هالفكره؟ قال بصراحه، قال شفت استاذ هلا انت عصبي. لك مو عصبي، انا ما لي عصبي، بس انا مستعجل ومشغول. هون الناس ببلادنا ما لهم متعودين على الشغل، ما بعرف شلون عايشين. بس بيشتغلوا. لك لا عم بيشتغلوا ولا شيء، الدنيا هون ماشي على فيض الكريم. طلعي هلا بعز النهار بوقت الشغل ما بتلاقي غير شباب ورجال معبين القهاوي والشوارع. امتى عم يشتغلوا هدول؟ مرحبا. اهلا استاذ. استنى برا. تفضل. ولو انا سكرتيرة الاستاذ جابر. اهلا وسهلا. سلامات. تاخرت عليه؟ لا ابدا، اهلا وسهلا. تفضل استاذ. شو المكتب الحلو؟ شو استاذ جابر، بنلحق ولا ناجلها؟ هلا نحن بنعبي الوكالات وبلكي بنلحق نسجلهم ونختمهم. ليش وقفتي؟ ما بعرف، فجأة قلب انقمط، ما لي حابة فوت. ليش؟ ما بعرف. خلص خلينا نروح. بعد ما وصلنا؟ معلش فؤاد خلينا نروح. حاضر حاضر. بس يا حنان ما بصير هيك. هيك انت عم تتعبي حالك وعم تتعبيني. قلقانة يا فؤاد، قلقانة كثير. هلا قعدتي 20 سنة بدونهم. بس هلا صرت اقدر اشوفهم ولازم اطمن عليهم. طيب هي جابر جوا. المشكلة مو بجابر هلا، المشكلة انه ليلى حست اني عم اشوف السلسال. يا ترى بتكون انتبهت اني تأثرت وقت شفت القلب اللي بصدرها. طيب شو قلنا عم نحكي من امبارح؟ شو؟ هاي القصة لازم نخلص منها، صارت كابوس فوق روسنا، لازم نخلص منها. فؤاد لازم لاقي نبيل بالأول. نبيل مو بالبلد وما رح يرجع. كيف بده يرجع هو عامل كل هالبلاوي؟ يا سيدي رح يرجع. طيب قليلي كيف، شو اللي مخليكي متأكدة؟ ما بعرف بس لازم يرجع، ما لازم يضيع حقي، ما لازم عيش هيك طول عمري. يا ستي ولا أنا رح أقدر أقضي عمري هيك. ولا ده؟ ما بعرف كيف انشديت له، صرت ما اقدر اقعد دقيقة من غير ما اشوفه.
كل ده علشان رفضتيه اول مره؟ انا مو بس رفضته، انا كرهته. وبعدين ما بعرف كيف وقعت فيه، سحرت تعرفي، بس اكيد هو ساحر عن جد. يا بنتي ده معقوله بيدخل عقلك الكلام الفاضي ده؟ كنت كاني منومه مغناطيسيه، يعني مشلوله الاراده مثل ما بيقولوا. اوكي وبعدين الموضوع خلص ازاي يعني؟ هو صار يتهرب مني فجاه، ما عاد تعرف علي، بس تعذبت كثير لحتى صرت هيك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني بالاول كنت رح موت بدونه، بعدين رجعت كرهته. وعملتي ايه؟ كرهته. ما فكرتيش تنتقمي منه؟ ليش لحتى انتقم؟ هو ما عمل شيء، انا جدا خدعت فيه. لا بس كان لازم تاخدي حقك تنتقمي منه. اقول لك انا اللي هعرف اخد حقك بجد، انا اللي هنتقم لك. خلاص هيك مشي الحال. خلصنا على فكره، لحقناها على اخر لحظه. قديش بدك؟ لا مو محرزه. شو هالحكي؟ شو محرزه؟ شوفها تحت كيه انت. لا عن جد مو محرزه، انا ما رح اخذ منك. طب استاذ شو رايك تشتغل عندي بالشركه وتستلم القسم القانوني؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني طبعا شكرا كثير على ثقتك، بس انا ما فيني اترك المكتب، هذا المكتب امانه برقبتي. اخي المكتب ما رح اتركه، بالاضافه لشغله. انا بصراحه ما بحب ارتبط بوظيفه. استاذ جابر على كل حال هلا لا تجاوبني، بعدين تفضل لو وصلك. لا 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 المكتب قريب، ما له محرزه. انت مو رايح على المكتب؟ ايه عندي شويه شغل. خلاص انا جبتك وانا بدي وصلك. شرف، شو رايك تغدى معي؟ بصراحه انا معزوم على غدا مع ناس اصحابي، والله ما فيهم. انت كثير عم تخسر. ها أبوكي كيفو؟ كويس، مبسوط منك قوي، وبيقول عليك مسلي جدا. وهو كمان كتير ظريف. انت مش حاسس ان انا مش طايقك؟ طبعا. كويس قوي. جيت عندي البيت ليه بقى؟ ما دخل، مو في مشاعر؟ مشاعر؟ مو بتكرهيني؟ معناتك في مشاعر، اجيت لعندك عالبيت. على فكرة انا اسمي مايا. اسمك حلو كتير، وخصوصا مع برج الجد. يعني مش هلا؟ هلا اسم ناعم. هلا حكيتلي على كل حاجة. كل حاجة كل حاجة؟ وانتي شو رأيك؟ انت بني ادم مش كويس. مع هلا بس ولا بشكل عام؟ الانسان ما بتجزأش. بالعكس، الانسان مجزأ، غابة عميقة من المجاهل. الناس المعقدة بس هي اللي بتقول كده. الإنسان أعمق من البساطة، والبساطة غاية بيطمحوا لها كل الناس. بالعكس، الإنسان بيحب التعقيد، عادات تقاليد صح غلط، هذا كله تعقيد. بس ده كله برا الإنسان، إنما جوه الإنسان بقى. طولي بالك، ما في شيء اسمه إنسان مجرد، هاي كذبة بكذبوها السياسيين على العالم. وإحنا إيه؟ نحن عماد ومايا. عماد ومايا ومتناغمين كتير. احنا مفيش بينا أي تناغم. فهمتيني غلط، أنا عم أقول تناغم مو انسجام، والتناغم بينشأ من التناقض، نغمتين مختلفتين بيعملوا تأثير قوي جدا. بس أنا حاسة إنك إنسان كذاب قوي. كلياتنا كذابين، ما حدا بيقدر يكون على حقيقته، الحقيقة بتتعب صاحبها واللي قدامه. بس بتفضل حقيقة. صحيح. ايه وشو قيمتها؟ حقيقة. طيب وبعدين؟
يعني إذا الحقيقة مو حلوة ليش لازم نقبلها؟ طبعا بالعكس، يلي بيعملوه العالم بالعكس تمام، بيعيشوا بسبات كبيرة وصغيرة وبيرتاحوا فيها. بس أنا مش كده. بعرف، وهذا اللي مخليكي موضع اهتمامي. وهو ربع اللي مضايق. لأنك مختلفة عن الناس؟ لا، إن أنا موضع اهتمامك. ليش ما رحتي؟ ما قدرت. أنا أستاذ حامد. أهلا. كيفك؟ تفضل تفضل. أهلا. أنا لهلأ حتى طلعت من الأمن الجنائي. طبيعي إنهم يحققوا بعد ما ثبت إنه في جريمة قتل. بس أنا اللي أصريت على التشريح. ولو كان هنن بيعملوا واجبهم. يمسكوها. كمان حققوا معه وتركوها. ما في دليل. والسم، اخوك صار له عم ياخذ سم 200 يوم، ومو اي سم، سم موجود بالسوق ومتوفر بشكل طبيعي. بس مين له مصلحه بقتله؟ ما حدا. ايه انتم ما بتستفيدوا من موته، وفاديه كمان ما بتستفيد. ما هي فاديه عمليا استفادت منه قبل ما يموت. بركي هددها يرجع املاكه. بس هو كتب لك كل شيء قبل ما يموت بشهر، وعملية قتله بدياني قبل هيك بكتير. فإذا وبهداك الوقت مين كان له مصلحة بموته؟ شو قصدك؟ أنا ما دخلني الموضوع عند الأمن الجنائي. طراوي يشوف أولادي وخاصة أيمن. شغلهم وهن بيعرفوه منيح. هي فادية وحدة شيطانة وبتقدر تبرم راس أكبر رجال. صار له زمان عم يستناني؟ يعني شي ساعة. وانت شو رأيك؟ بشو استاذ؟ ولا بشي. ما في شي. بس هنن قالوا لي انكن عاوزيني ضروري. يا اختي، انت ما بتفهم علي، انا قلت لك ما فيني قرر لحالي، بدي اسأل بنتي. اسألها، وين هالمحروسة؟ هي عم دقلها على الموبايل. معليش اقعد. كانه خرج تغطيه. قديش عمر هالبركه؟ كبيره كبيره بالجامعه. الله يخلي لك اياها. ما في غيرها؟ لا. وامها؟ الله يرحمها. العمر الك ان شاء الله، بس والله صغير على ما تترمل هيك. انت حسين، شو رايك ترجع المساء؟ انو مساء؟ صرنا العصر. طب اسمعي، تعي بكرة الصبح بكير، أكيد مايا بتكون موجودة. اسمها مايا؟ عاشت الأسامي. بس لازم تكوني قبل 8. ليش ما استناها؟ ما بيزبط لأنه أنا طالع هلأ. بزبط لكم البيت لبينما ترجعوا. طيب شرفي هلأ روحي وتعي بكرة الصبح، ولا أقول لك لا تجي لهون يا أيام. روحي. يوه، لا تعصب علي، لسه ما اشتغلت عندك. خاطرك. صرعت مخنا. أنا رأيي إنه نبيع أرض المعمل ونبيع بيت حمص، لأنه ما عاد إله لزوم أبداً. بتصور بهالشكل بيصير عنا رأس مال صغير، يمكن نقدر نبتدي فيه مشروع. عمتي أنا ماني مختلف معك، بس لبين ما نبيع شو بدنا نعمل؟ صحيح يلي عم بيقوله سامي صحيح. إيه بس مهما كان، أنا برأيي إنه بهذا الوقت اللي عم تشتغل فيه الرسامين الكبيرة ما عاد تزبط معنا المشاريع الصغيرة أو حتى المتوسطة. يعني شو بنعمل؟ أنا برأيي إنكم تفوتوا من البداية بمشروع ضخم وكبير كتير، هيك أضمن وأمن لألكم. أنت شو رأيك سامي؟ صحيح، بس إحنا ما عنا قدرة ولو بعنا كل شيء. إيه بسيطة، فوتوا شراكة مع حدا كبير. يلي عم تقوله الست سوزان مزبوط. يا ريت، بس وين هالمشروع؟ يا جماعة أنتوا حظكم كتير منيح. أنا من كم يوم تعرفت على شخص بده شركة بمشروع ضخم، هو نفسه اللي أخذته فرجيته على الأرض وما عجبته. يا سلام، وليش ما عجبته؟ هلا هو أول شيء شافها صغيرة وبنفس الوقت تشائم منها، قال إنه الشركة ما رح يتحمسوا يفوتوا بالشغل على أرض كان عليها معمل واحترق.